السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال جاي بيقول: أنا مهندس معماري واشتغل على الأركيكاد أو الأرشيكاد من 15 سنة ومتقدم فيه والحمد لله. كل سوق بنحاول يتعامل بالريفت، فما العمل؟ هل أتحول على الريفت وأخليني زي الناس، مع العلم إن أنا بعشق الأرشيكاد جدا جدا وعايز أحصل عليه على شهادة معتمدة في الأركيكاد، وحابب أتأهل لأن أنا عندي مؤهل في البيم. طيب، هو برنامج الاركاد من برامج قوية جدا ويعتبر من اول برامج البيم على مستوى العالم ومحترم جدا، تبع شركة جرافي سوفت، وانا اشتغلت بيه فترة وكان كويس جدا، ما فيش اي مشاكل فيه. بس هي الفكرة، الواقع ان اغلب الشركات اللي بتروحها بتبقى شغالة ريفيت، فده واقع. فانت لما تمشي زي الطيار، لا اما مش هيبقى بيم، بمعنى ما ينفعش انا ابقى شغال في شركة وانا شغال حاجة والناس تانية كلها حاجة تانية. حتى لو احنا شغالين مثلا ريندر مثلا، او شغالين مثلا واحد الشركة كلها شغالة ماكس وانا شغال بالمايا او شغال بالسينما 4D او شغال بأي حاجة تانية، بقى الموضوع فيه أزمة، لأن أنا لو مشيت مين اللي هيكمل؟ طب أنا مش موجود، طب حد عايز يكمل، طب أنا معايا مشروع تاني. فخلاص بقى الشغل ده، المشروع ده واقف عليا انا. انا ممكن اشتغل بالاركيد دوت لو انا شغال مع ناس فريلانسر في امريكا واوروبا، ناس كتير بتشتغل هناك الاركيكاد، لان بيبقى شركه خاصه بالمعماري وفي شركه تانية خاصه بالانشائي وفي شركه خاصه بالكهروميكانيكال، وبيتبادلوا المعلومات عن طريق ملفات الاي اف سي، وهناك بيقعدوا يعملوا مقارنه يشوفوا افضل برنامج ايه، احنا عندنا الشهير ايه كذا، تمام. وانا عن نفسي بشتغل الحاجه اللي الشركة شغالة. يعني أنا روحت شركة ولقيتها كلها شغالة أركيكاد، خلاص بشغل أركيكاد. لقيتهم شغالين ببرنامج مثلا سينكرو أو شغالين بنفس وركس، خلاص مدام البرنامج فيه متحقق فيه شروط البيم وبرنامج كويس، خلاص بشتغل معاهم. بس هو الواقع زي ما المهندس بيقول ان الريفت هو الاشهر دلوقتي واغلب الشركات شغالة بيه، واغلب الشركات معتقدة ان مفيش بيم من غير ريفت. انا رايي الشخصي ان هو لازم يتحول للريفت، لان اغلب الشركات شغاله كده، وتقريبا شركتين او اقل يعني شركتين هما اللي شغالين بالاركيكاد في الوطن العربي. فممكن ان يخلي الاركيكاد ده كهوايه ليه، او بعد الشغل او اي شغل يجيله فريلانسر او اي سبوبه يخليها للاركيكاد، وربنا يوفقه. يعني مفيش صعب ان انت تحول الشركة كلها وتحول مفهوم الناس من الريفت للاركيد، تمام. هتواجهك مشاكل كتيرة وهتضيع وقت والحاجات دي كلها، فخليك مع التيار اللي ماشي، والحاجة بتاعتك دي خليها بعد الشغل. يعني في الاول كان بتواجهني مشكلة في الكاد، بس فرق كبير قوي بين ان انا بحول من كاد لبيم فيستاهل التعب، وان انا بحول من ريفت لاركيد فمش فارقة كتير والناس كتير مش هتقتنع. ف اشتغل الحاجة اللي انت بتحبها بعد الشغل، واشتغل الحاجة اللي موجودة دلوقتي.